لنا عبر خدمة سكايب من واشنطن أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية الدكتورة سحر خميس. مرحبا بك دكتورة. ما الذي أجج هذه التصريحات؟ لماذا يريد الرئيس ترامب إثارة هذا الموضوع الآن؟ شكرا لكم على الاستضافة وشكرا على هذا السؤال الهام. فالتوقيت دائما يهم جدا في مثل هذه الأمور. أولا، هناك سباق الرئاسة الأمريكية، بالتأكيد هناك الآن مؤشرات على تقدم جو بايدن على منافسيه من مرشحي الحزب الديمقراطي في جولة الانتخابات الرئاسية. هذا أقلق الرئيس ترامب الذي يستخدم دائما أسلوب الهجوم الشرس على منافسيه، ويحاول دائما استخدام أيضا ورقة محاولة إثارة الفضائح حول سمعتهم، كما حدث سابقا عندما أثار ملف يعني البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون، وحاول أن يكون هذا ورقة ضغط. بالفعل نجحت إلى حد كبير في تقليل نسبة من صوتوا لصالح كلينتون في اللحظات الأخيرة قبل يعني أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية السابقة. فاستخدام هذا الأسلوب، استخدام أسلوب الهجوم الشرس على منافسيه، هو أسلوب ترامب الذي استخدمه من قبل مع هيلاري كلينتون، ويستخدمه الآن بشكل واضح ضد جو بايدن. دي نقطة. النقطة الأخرى إذا سمحت لي، هي أن ترامب نفسه الآن في وضع لا يحسد عليه. هناك دعوات متصاعدة ومتنامية بإمبيتشمنت، بمحاولة عزله من منصبه، على ظل أو على ضوء طبعا ما يظهر ويعني يتكشف كل يوم في ظل تحقيقات مولر والتورط الروسي في الانتخابات السابقة. طيب دكتورة سحر، قيل أن الرئيس ترامب سأل الرئيس الأوكراني عن ذلك مرات عدة، هل استجاب الرئيس الأوكراني لطلب ترامب؟ وهل تعهد ترامب بتقديم أي شيء في المقابل؟ الحقيقة الأمر يعني عليه ظلال هنا من فضائح تسمى بتداخل النفوذ والسلطة والمال والإعلام. يعني هناك أربع جوانب متداخلة في هذا الأمر الحقيقة، ولهذا هو أمر شائك ومعقد للغاية. فقط يعني فكرة ببساطة للمشاهدين، هذا الأمر يعود إلى عام 2016 عندما كان جو بايدن في إدارة طبعا الرئيس السابق أوباما، كان هو نائب الرئيس السابق، وفي هذا الوقت طلب أن يكون هناك إقالة للنائب العام في أوكرانيا على ظل قضايا فساد، وعلق مليار دولار أمريكي مقابل هذا الأمر. الآن الرئيس ترامب والمدافعين الشرسين عنه مثل رودي جولياني وغيرهم يقولون أن بايدن أساء استخدام نفوذه في هذا الوقت، وأنه كان في الحقيقة لا يريد التحقيق وإنما يريد التستر على بعض المخالفات التي تورط فيها ابنه الذي كان يعني على مجلس إدارة إحدى شركات الغاز الطبيعي في أوكرانيا. الأمر الآن الغريب والعجيب في الأمر أن ترامب يقع في نفس المطب، وإنما بصورة أسوأ بكثير، لأن هناك الآن دعاوى كثيرة تقول أن ترامب يضع مليارات الدولارات، يعلق مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لأوكرانيا كشرط مقابل أن تقوم أوكرانيا بالضغط في فتح هذا الملف الشائك، فيما يبدو أنه محاولة شرسة منه للهجوم على جو بايدن وتشويه صورته وتشويه صورة ابنه وأسرته. وبالطبع هناك دوائر كثيرة تتحدث عن هذا الأمر في واشنطن، دوائر سياسية دبلوماسية إعلامية تقول أن هذا الأمر سوف يأتي بنتائج عكسية على ترامب وعلى صورته وعلى سمعته، ولن تضر ببايدن وإنما تضر بترامب نفسه إلى حد كبير. عبر خدمة سكايب من واشنطن أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية الدكتورة سحر خميس، شكرا جزيلا.